عودة إلى الدولة، ففي إطار سعيها الدائم للاهتمام بشؤون منتسبيها الأيتام، تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مشروعها الريادي جدران، حيث انتهت المؤسسة من صيانة منزل لأحد المستفيدين بمشاركة عدد من المتطوعين من الجامعة الأمريكية في الشارقة. انطلاقا من رسالتها النبيلة وتأكيدا لتحمل مسؤولياتها نحو المجتمع، قامت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بصيانة منزل لأحد المستفيدين فيها، وذلك في إطار يخلق أجواء بيئية سليمة تعتني باليتيم وتهتم بشؤونه وأحواله كافة. تعمل بيئة ملائمة، تسوي بيئة ملائمة مناسبة للطفل اليتيم، بحيث أنه يكون بيئة البيت جاذبة له، بحيث انه ما يطلع برا وهذا، فانه يكون البيت عنده يكون بيئه مناسبه. والمؤسسه دائما تهتم باطفالها بالايتام، بحيث انها تعمل لهم بيوتهم، تعمل لهم صيانه عن طريق زيارات ميدانيه. وبسواعد تطوعيه خيره من طلاب الجامعه الامريكيه في الشارقه، التي نقلت المنزل لظروف معيشيه افضل، وزودته بكافه المستلزمات والاثاث والاجهزه الضروريه، محققين بذلك لهم شروطا من السلامه والامن والصحه. فضل الله الامور كلها تيسرت، ولين البارح ولين اليوم الصبح تقريبا، ونحن بعدنا نضيف اللمسات الاخيره على هذا البيت، لهالدرجه نحن صدق حاولنا بقد ما نقدر نسوي المستحيل عشان يطلع بهذه الصوره. هذه المبادرة أسهمت بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية في حياة الكثير من الأسر اليتيمة، محسنة وضعهم الاجتماعي ومحولة منازلهم المتواضعة إلى أماكن أكثر راحة. كما تعمل هذه المبادرة أيضا على توعية فئات المجتمع بفوائد العمل التطوعي وضرورة تكاتف المواطنين فيما يحقق الفائدة للجميع. مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ماضية قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، وذلك في سبيل دعم الأبناء فاقدي الأب ودمجهم في المجتمع. لأخبار الدار هنا الظهوري، إمارة الشارقة.